صارت كرة تعود مرة أخرى، العودة لتراوري، مفتاح ضغط عالي من جانب الكعبي، كرة تعود إلى كلود أمين، الميدي يحاول الضغط، أمين هلالية ارتنى الميدا، هدف هلالي ماذا فعلت في هذه اللقطة، لم تكن أمين، الميدا خطفها، الميدا في السباق سجلها، الهلال يتقدم، مهاجم يشم رائحة الأهداف، ماذا فعلت يا كلود؟ لم تسمع لما قلت قبل دقائق أنه حط فيها فادحة وثمنها غالي يا كلود، ممتازة من جانب الميدا، ربما تشعر انه او يتحدث البعض عدم جهود كبير عند اللاعب ومهارة عند المهاجم، لكن هذا الضغط العالي من جانب الميدا ينجح من خلاله في الوصول الى هدف، ستدخل في الى المباراة النهائية فريق عربي اخر هو الاهلي الاماراتي، هاف وقاتل من جانب سلمان فرج، خطير باتجاه الى امتاي هي ولمسة لمصلحة اخويا والتعادل المساكني غلطة من سلمان الفرج، عفوا من سلمان الفرج، تقدم هدية للمساكني، هدية للمساكني من جانب الأمتاهي اللي اخترق الدفاع، أكثر لاعب مرر كرات صحيحة في هذه البطولة، الهفوة القاتلة في مباراة اليوم، سعود كريري لا يتواجد، سلمان الفرج المعروف بإمكانياته الهجومية العالية، ولكن على مستوى الدفاع لم يكن على ما يرام في اللقطة الماضية، شوف الكرة كانت عادية في وسط الملعب، ضغط جماعي ثلاثة لاعبين، كرة افتكت من سلمان الفرج، نام تاهي مهارة في التمرير، والمساكني وضعها بشكل جميل جدا، سجل الأخوية هدف التعادل، هدف مقابل هدف، مباراة مفتوحة، وهدف مهم بالتأكيد للأخوية يوسف المساكني. كيف تعلق على الضغط ثلاثة لاعبين من الأخوية على سلمان الفرج الذي أراد أن يتفلسف بمهارته، أراد أن يستعرض مهارته في أصعب مكان ممكن أن تعبث به في مناطق الهلال، خطير الكرة عادت مرة أخرى هلالية، خطير الزالم وكعبي تقدم من جديد، الزعيم هدف لكعبي، هرب كعبي، راح كعبي، وبعد ذلك سالم حطها له يا كعبي في المرمى، حطها له يا كعبي، غنوها الهلاليين وسجلها خالد، والهلال يتقدم بالهدف الثاني، هفوة قاتلة أخرى، وإلى كعبي في الدقائق الماضية مر كالزئبق من بين دون أن يروح، وكان سريعا وكان خطيرا وكان مهاريا ونجح في استغلال الكرة، شوف بالسرعة يا لسرعة كعبي يا لمهارته وتحركه الجميل، ونهاية الهدفة كانت بشكل جميل، طالما دخلت إلى المرمى وإن اصطدمت في القائم وساعدك فأهلا بك يا زعيم أيها الأسمر الجميل، أهلا بك يا خالد كعبي، ويريد أن يصل بعد ذلك بالفريق إلى نصف النهائي أماكنهم في بيوتهم في مجالس جميلة من سالم الدوسري، شهراني وكورة ثلثوها الزعيم وفعلها مرة أخرى إدواردو، وين إدواردو الآن في المباراة، والله على سالم مر الشهراني، وإدواردو وضعها في السباق، جميلة من ياسر، جميلة من سالم، جميلة وجميلة وجميلة من إدواردو، الرقم ثلاثة، الهلال ثلاثة، ليلة زعيم مع أروع ليالي الزعيم، ليلة من ليالي الهلال الجميلة.
التي يقدمون فيها أداء رائع جدا، ينتصرون بالثلاثة مؤقتا